السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم برندا عوض، واليوم راح أقول لكم صار لي يوم أول مرة قاعدة أتقابل مع الفتيات. أوكي، ترى يوم من الأيام كنت يعني أول مرة أروح لعمتي، كان يسولفون هي وأمي. طيب، ولا أنا لفيت لاحظت شيء، انبسطت وقتها كانت اسمها هذه البنت صبو، قمت ايش رحت لها، تركت سوالف الكبار هذول ما ادري ايش اسوي. يلا خليني اكمل. بعدين يوم رحت لها قاعدة اركض وانحاش عن امي ما ادري ليش. اوكي، شغل يوم ارجع رح انجلد اول ما تشوف امي هذا الفيديو. اوكي، ولا يوم جيت لها انبسطت وقتها لان ايش بصير عندي اصدقاء اخيرا. ولا كم قاعد أجيها كنت أفكر شو حقول لها في عقلي، وعقلي كان مشغول ومخ ما عندي شلون ليش. ولا يوم جي ولا يوم جيتها قلت لها شو اسمش، قلت لها قلت لها ايش رايك نصير أصدقاء، قالت هي موافقة إيوة، بس انا قاعدة في عقلها لا، قولي لها باي، بس هي ماني مقدرتهم، قالت قولي لي باي.